الخبر الاول اللي عادنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على نور ستارز فنور ستارز نزل على حسابها بالانستغرام هذا البوست وبهذا البوست بهذه الصوره فعليا كل الكومنتات اللي جتيها كالعاده قاعدين يتهجموا عليها ويتمروا عليها من جمهور نارين بيوتي فهذه يا حبايب قدامكم اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر اللي يستحق هذا اللي تعرضت له او لا الخبر الثالث عدنا عن مفاجات اليوتيوبر فاول يوتيوبر هو مصطفى ريدر فريدر نزل على حسابه بالانستغرام في شويه ستوريات وهذا الستوري صار يقول بها انه هو راح ينزل المقطع ويوضح بيه قصه المستشفى اللي دخل المستشفى ونفس الوقت راح يوضح يمكن بيه قصه الياسو هو مشكل بيناتهم حسب ما وضحت ياسو بالستوري اللي قبل نعطيكم شويه ستوريات تشوفوها طبعا اكو شيء مهم حاب اقول لكم اياه بس قبل ما اقول لكم اياه حاب اقول لكم انه انا اتشكر منكم كل شوي على رسائلكم وعلى سؤالكم علي ويعني كل شيء جتني هوايه رسائل وكلكم والله العظيم ما تتخيلون ايش قد انا احبكم وايش قد يعني انتم تعنوا لي هوايه صحيح. اما اليوتيوبر الثاني اللي فهو كشف حقيقة نور مارو فريقة فبدايه المشاهير نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع كشف به حقيقة نور مارو الحقائق عندك كلش غامضة اول مرة تطلع بالسوشيال ميديا صراحة هو ما حد قدر يكشفها غير واحد من اصدقائه ترطيكم رابط بالوصف اتمنى من الكل يروح يشوف المقطع وينصدمون بالحقائق هناك لنا بالكومنتات هني صدمت اولى رابط بالوصف الخبر الثالث اللي عادنا عنه ابو فلو وصول قناة باليوتيوب ل 16 مليون متابع فان شاء الله الف مبروك وعقبال 20 مليون يا رب وطبعا لا تنسوني حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين كشفوا الحقيقه انس شاي كلمة الكلمه مو رجال من الكومنتات اللي عنده او مرسى على سبب فصراحه ما تعرفون هذا المقطع اللي نزلت على القناه باليوتيوب وكشفت بحقيقه أنا الشايب انه هو مو رجال وجاي فهو خايف تكشف هذه الحقيقه للناس اما بالنسبه لي لو ندخل على مقطع نزل ونزل على تعليقات ونكتب انا شاي مو رجال ما تروح الكومنتات انا ما دفعت تعليق وتعليق الاشخاص على القوه ورايا بعد ما فاضهم زين وحن غير الحساب عم نشوف هل التعليق حيطلع للناس او لا بعد ما غيرنا الحساب ونزل اللي بعد تاريخ ونروح الكلمة الكومنتات انا راح اشوف تعليق ما ظهر ولا الأشخاص تعليق ثانيين ظاهر فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر حركه تخفى أنا الشايب كلمة مو رجال من الكومنتات اللي عنده خايف حقيقته الخبر الخامس اللي عدنا على ساهر منذر والشيء الغريب اللي سواه، فساهر منذر نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست الغريب اللي, اللي صار يعني من خلال اساس هو حامل وهو كان عاري تماما الصوره صراحه كلش مقرفه وكلش غريبه، صرت شنو احكي انا بعد ما انطر اي باليوتيوبر ولكن اللي سواه ساهر منذر يعتبر شيء قرف كلش، انت قاعد تسوي كل هذا الشيء بس في عم تحصل شويه مشاهدات يعني شويه اتنشن، يعني فعلا صارت هذول الناس مجانين واكثر، عندهم استعداد انه يبيعون شرفهم كرامته شويه مشاهدات ولايكات، خلاص صراحه قدامكم اكتبوا لنا بالكومنتات بهذا الخبر وشاركوا باللي قاعد يسوي ساهر منذر وبس راح المقطع حبايب تسون مقطع نور مار بالوصف الشيء الرهيب اتمنى من الكل يروح يشوف المقطع و بس زي ما مقاطع القصص مع السلامة